On Friday, the United States اليوم الجمعة أعلنت الإدارة الأمريكية بأنها سترفع بعض العقوبات وذلك لتعاون السودان في بعض الأشياء وهذا نتيجة لتفاوض استمر لشهور مع بين حكومة السودان والولايات المتحدة. حكومة السودان أظهرت تطور ملحوظ في هذه المناحي بما في ذلك الانخفاض الشديد في الحرب في دارفور والالتزام بإزالة بعض المعضلات في دخول اللعانة الإنسانية نهاية دعم القوات قوات مسلحة في جنوب السودان والتعاون في مكافحة الإرهاب والمساعدة والتعاون في إزالة خطر جيش الرب للمقاومة. وزارة الخزانة الأمريكية سوف ترفع الحظر عن السودان والذي وضع تنفيذ 13,637 و 13,412. The president has also issued وسيد الرئيس أيضا أصدر قرار تنفيذي وبموجبه بعد 6 شهور رسميا سيتم إلغاء العقوبات على السودان إذا واصلت حكومة السودان في التطور في الخمسة مناحي الأساسية. فقرار يناير 13 يعطي السودان الفرصة في إزالة الحظر تماما خلال 6 أشهر. سوف تبقي الولايات المتحدة على بعض العقوبات فهذه العقوبات ستكون موجهة على بعض الأشخاص والمؤسسات اللي بصلة بمشاكل دارفور وسيكون هناك حظر على المبيعات العسكرية. فليكن واضح للجميع أن رفع العقوبات سيكون فورا وشامل. رفع الحظر نتيجة مباشرة لتحسن أحوال الشعب ولدعم الحكومة في تحسين الأحوال في المستقبل. وبهذا يمكننا مواصلة الضغط الدبلوماسي السياسي إذا تطلب التطور في النقاط الخمسة التي ذكرت وأيضا لمساعدة المخاطبة أو مناقشة الأحوال الإنسانية حقوق الإنسان address justice and accountability ولمناقشة العدل والمحاسبة فتح الفضاء السياسي الديمقراطية مناقشة جذور المشاكل في أو الصراع في دارفور. أحب أن أذكر أن بدأت هذه المناقشات مع زيارة وزير الخارجية غندور في عام 2015 عندما طلب لطريق فقد كنا من زمن طويل فإن المفتاح هو أن السودان يجد السلام مع نفسه ومع جيرانه وسأل وزير الخارجية تحديدا ماذا يمكن أن يفعل السودان لتحقيق هذا ونحن مسرورين من تطور قدم السودان خلال الستة أشهر الماضية لتوصل للسلام في السودان ومع جنوب ولكن ما زال هناك الكثير من العمل لهذا أخذت خطوة الرخصة العامة لفترة 6 شهور قبل الإلغاء الكامل وأيضا طلبنا من حكومة السودان تحسين دخول المساعدات الإنسانية إلى البلد نحن لدينا مصالح أيضا في هذا الولايات المتحدة من أكبر الداعمين للمساعدات الإنسانية في السودان ومن اهتماماتنا أن نتأكد بأن المساعدات توزع بعدل فلهذا طلبنا بزيادة نسبة الوصول للمساعدات الإنسانية والآن نحن مسرورون بالقرارات الجديدة Certainly the new administration وأكيد للإدارة الجديدة الحق
في إلغاء رفع العقوبات، وهذا موضح في الأمر التنفيذي. وأيضا ولكن في نفس الوقت هذا يعطي الإدارة الجديدة فرصة في التوسع أكثر، فلهذا من الضروري جدا لحكومة السودان المواصلة في هذا الطريق اللي بدأنا. For your second question, we expect the government of Sudan to continue its commitment to bring peace to Sudan. أما بخصوص السؤال الثاني فنحن نتوقع أن حكومة السودان تواصل في إبقاء السلام في البلاد. And we continue. ونعتقد أن الطريق الأفضل لسلام دائم في السودان هو عن طريق الآلية المشتركة. فنناشد حكومة السودان والمعارضة في العمل لكي يوجد سلام دائم. فرسالتنا للشعب السودان أننا نعم نود أن نعمل مع السودان وشعب السودان لإنشاء سلام دائم للسودان وللجيران. وقرارات الرئيس أوباما ستفتح طريق للتعاون والعمل. And while we have welcomed Sudan's positive efforts in counterterrorism coordination on many fronts, ولكن رحبنا بمجهود السودان في مكافحة الإرهاب في جهات عدة. It would still need to meet all the criteria relevant and relevant statutes of law to be removed from the list. فماذا يجب على السودان أن يلتزم أو يصل للمعايير لكي يرفع الاسم. في الجزء العاشر من الأمر التنفيذي توضح تماما. هناك تقرير يجب تقديمه من وزير الخزانة، مدير الإدارة إدارة المعونة الأمريكية، وزير الخارجية ومدير الأمن القومي، وعليهم كتابة هذا التقرير بناء على معلومات صحيحة from different sources including NGOs in the country. المنظمات الطوعية في البلد، ومن هنا يستطيع الرئيس أن يحدد التطور. The individuals and entities are listed in Executive Order 13400. وأما بأسماء الأشخاص فالأسماء مذكورة في Executive Order 13400. في الأمر التنفيذي 1300. And for your final question, the general license الرخصة العامة تسمح للتجارة بين الولايات المتحدة والسودان. فالقرار بيرجع لكل شركة أو مؤسسة بمصالحها الخاصة. فالدور بيكون علينا أن احنا وحكومة السودان في التشجيع. أظن هناك سوء فهم. فالأمر التنفيذي لم يناقش حقوق الإنسان بل ناقش المساعدات الإنسانية. لكن كما ذكرت مسبقا ليس لدينا أي أوهام عن موقف السودان من حقوق الإنسان. We remain very concerned about media freedom. نحن مهتمين جدا بحرية الصحافة. The closing of political space. قفل المساحات السياسية. And Sudan's overall negative track record on human rights. السيرة السلبية للسودان في حقوق الإنسان. We have and we will continue to press Sudan to improve its performance in these areas. ضغطنا وسنظل نضغط للسودان للتحسن في هذه. ونفعل هذا بإصدار النشرة السنوية لحقوق الإنسان، وفي هذا العام ستكون هناك أيضا نشرة لحقوق الإنسان. وكأعضاء في مجلس الأمن قمنا بالضغط في هذا المجال في مع أفراد متعددين. فرأينا أن تطور السودان يمكن أن يتواصل إذا demonstrate that progress can be made on difficult issues. يوضح أن التطور يمكن أن يحصل في مجالات صعبة ومختلفة. And we have seen through our current engagement
وقد رأينا في تعاملاتنا الحالية. For the first time in many years, لأول مرة من سنين عدة, to have frank and productive conversations about our concerns. أن يكون لدينا نقاشات واضحة ومنتجة لاهتماماتنا. You have the executive order. هنالك الأمر التنفيذي. You have the general license. وهنالك الرخصة العامة. And you have the Department of Commerce rule. وهنالك قرار وزارة التجارة. These three documents are working in unison to lift the sanctions. هذه الثلاث جهات تعمل معا لرفع العقوبات. So although the revocation, the formal revocation of the old sanction, old executive orders is in 6 months, the lifting of the sanctions is immediate. فوراً. مع إنه الإلغاء الرسمي للقرار التنفيذي سوف يكون بعد 6 أشهر, رفع العقوبات سيكون فوراً. The Department of Commerce, we haven't discussed. The Department of Commerce rules discusses specifically about train parts and trains and airplane parts. وزارت ورقة وزارة التجارة تتحدث تحديدا عن قطع غيار القطارات والطائرات. So. Trains and train parts can be bought almost immediately. القطارات وقطع غيار القطارات يمكن شرائها تقريبا فورا. Maybe immediately, even immediately, as soon as the order is complete. Yeah. And airplane parts, again, most airplane parts can be purchased so that the planes in Sudan can be maintained. أما قطع غيار الطائرات, معظم قطع غيار الطائرات يمكن شرائها فورا لصيانة الطائرات. So I'd like to thank you all again for coming to see us. شكرا جزيلا لحضوركم. My two messages to you again is that the lifting of the sanctions are immediate and comprehensive. فرسالتي لكم أن إلغاء العقوبات فوري وشامل. And the second thing is that we do not see this as an end, but a beginning in our cooperation with the government of Sudan and bringing peace to Sudan and its neighbors. الشيء الثاني, فنحن لا نرى أن هذه نهاية, بل هي بداية للتعاون مع حكومة السودان للوصول للسلام في السودان ومع الجيران.